عن جد انتو عايشين اغلب وقتكن هون؟ ايه والله احلى عيشة، هوا نظيف وطبيعة، كتير مرتاحين. ولما نمل مننتقل لنفيق نلاقي حالنا بمكان جديد. ما في احلى من هالشعور. انتو ما بتحسوا انه مشتاقين لرجع على البيت؟ لا ابدا، هاد زواجنا التاني، طلعنا من قبل لما كنا لسه عايشين ببيتنا، وبعدها قررنا نرجع على حياة جديدة. وكيف النتيجة؟ كتير ارتحنا لما عشنا هون. نحن منحب الطبيعة، هي يلي عرفتنا على بعض. كيف تعرفتوا؟ مسير بالغابة. حبيتها من أول لحظة. كنت لابسة بيجامة مشوبة ومبهدلة كتير، ومثل ما بيقولوا دق القلب. حلوة بكل أحوالك. ومن يوم المسير بلشت قصتنا. حلو كتير. ايه، وانتو كيف بلشت قصتكم؟ بالحقيقة نحن قصتنا مختلفة، اجت على بيتنا مشان شغل. ايه كملولي، وشو صار بعدين؟ مربي لابني يجي، حبته من كل قلبها، دارت بالها عليه، وكانت بالنسبة لإله مثل أم. بالبداية اختلفنا كتير، ضغطت عليها وحاولت طفشها، بس لأنها قوية وحنونة بنفس الوقت تحملتني كرمالي جيت. حدا غيرها كان ترك ومشي، بس هي بقيت لأنه عندها ضمير، ولما تحب بتحب من كل قلبها. تحملتني، منيح يلي عملت هيك. حلو كتير. أول شيء جيت، وبعدها أنا، وبعدها وصلنا للزواج. قصتكن حلوة كتير. هذا الحب، الله يسعدكن وإن شاء الله بيبعث لكن أيام حلوة. النار انطفت والبرد هون مانو لعبة بنوم. جيب لكم احرام اذا بدكم. برأيي نرجع نشعلها والا ما رح يطفو. ومثل العادة رأيي الصح. بس ما عنا حطب، لازم نجمع قبل ما تعطي. قوموا لك منروح سوا، ومنه كمان بتتمشوا شوي اذا بدكم. طبعا ايه منتمشى. بحط لك يا هجو. حتى العيلة مثلاً ماسا كتير مبسوطة بعائلتها الجديدة، وكمان حاسس بالاستقرار. أمي قلت بيجي بقعد معك. بعد ما وصلنا ماسال تمشينا أنا وفخرية شوي، وبعدين جبنا أغراض للبيت. أنتي شو عملتي؟ كومرو وين شاردة؟ عم فكر بأختي بالتضحية الكبيرة اللي عملتها، تخلت عن اللي بتحبه كرمالي أنا، وفوقها كمان بقيت لحالها، هي وحيدة ونحن كلياتنا هون. شو القصة؟ يعني فجأة تذكرتي إن أختك؟ بالنهاية أنا قلبي مانو حجر أمي، أنا قبلت لأني بحبه من كل قلبي. الحب هو شيء مو بإيدينا، لا تطلعي فيني هيك. بالنهاية زواجنا حبر على ورق، وبس موت رح ترتاح وتنحل كل المشاكل. لا تقولي هيك، هي الحقيقة. فترة صغيرة
وحياتها لنارين رح ترجع مثل قبل أمي، وكمال رح يتزوجها. أنا متقبلة هاي الحقيقة، وصدقيني نارين ما عم تغيب عن بالي بنوب. على القليلة أنت كوني جنبها، وجودك معها بخفف عنا شوي. أكيد أنا بتمنى، بس هي عندها شغل. شغل شو أمي؟ أهل عم تقضي نهارة بالمشفى. طيب حاكية شو في الوضع؟ ألو ألو، كيفك حبيبتي؟ عم بعطلك عن شي؟ بدي اطمن عليكي. كأنك عم تبكي؟ لا أمي أنا ما عم بكي. وينك أنت؟ بالمشفى. طيب أنا جاي لعندك. لا لا تجي، أصلا عندي شغل. طيب أنت خلصي شغلك وبجي لعندك المساء. شوفي ما في شي، هي بالمشفى، بروح لعندها المساء. رح ضب غرضين، بلكي ضليت عندها. أهلا وسهلا. أهلا فيكي. شكرا. صعبة الواحد يشوف كل هالقطع الحلوة وما ياخدها كلها، بس حبيبتي أنا ما جربتها، إذا شي ما زبط بقدر بدل؟ ايه طبعا. منيح. حلوة هالجرافي، أكيد بتعجبه لحكمت. حكمت ترهون، حكمت بيكون زوجي. اوه عن جد؟ هلأ قطعت هالقماش هيك حقه؟ لأنه هاي حرير. شو بدي أعمل؟ كتير غالية، بس لازم أعمل حالي مهتمة. حطي لي هاي لو سمحتي. تكرم. كيف بتحبي الدفع؟ بطاقة طبعاً. في إلا كود؟ مفتوحة حبيبتي. أنا قصدي يعني طبيعي تتفاجئي، بطاقتي ما إلى حد بالسحب، يعني مفتوحة. أنا عم بسأل إذا بدها كود لتشتغل. شو يعني؟ إلها رقم سري شي؟ يييي قولي من الأول، أكيد إلها رقم سري، معقول يعني نتركها هيك؟ أنا بحطه. تفضل. غير شكل. مبروكي. شكرا كتير. شرفتينا. شو هالبطاقة مثل السحر، والله صحيح صغيرة بس مفعولة كبير. يا عيني. هاد ليش لساته عم يراقبها؟ هاي ما بيمشي حالها. ليش يعني؟ حبيبتي هاي مبلولة، مانك شايفتيها؟ اللي جمعتهم انت مو احسن. طيب اعمل اللي بدك اياه خلص. برأيك رح نتناقر هيك؟
نحن ما منتقارن فيهم، بالنهاية نحن زواجنا شكلي. أصلاً نحن تنقرنا بما فيه الكفاية، ما بيكفي الجهاز يلي عطيتك يا، وقديش كنت دايقك. ولما قلعتني من البيت ومع هيك كل ما احتجتك كنت لاقيكي موجودة حدي، أخدتيني من حلبة المصارعة اللي عملتيه ما حدا بيقدر يعمله. أيام خلافاتنا صارت من الماضي. يلا شو هالجزدان هاد؟ والله مرتب، عجبني لأنه أكابري. ماني عارفاني اشتري ولا لا. يا واطي، سرقلي الشنطة. ولي حدا يساعدني، حرامي سرقلي شنطايتي. ولا شو هالوقاحة هاي؟ بدهم يسرقوكي. الحمد لله انك رجعتي لي، والله كنت بجن. رح ضبها. قلبي رح يوقف. واجبنا. لك هات شو قصته؟ انتي؟ هاي شو تفاجأت؟ حلوة المفاجأة؟ ليش لحقتيني؟ رسمت هاي الرسمة من عقلي، أنا اللي فكرت فيها وما تنقلت. بابا ما عجبتك يعني؟ لا بالعكس، عجبتني كتير حلوة. لسه في غيرها بالشنطة، رح جيبهم لتشوفهم. ايه جيبيهم. كمال، أنا مضطرة أني روح بكير اليوم، فيني هلأ روح؟ ايه طبعاً روحي ايمت ما بدك. أصلاً أنا خلصت شغل والأكل جاهز بالمطبخ. كمال وضعك مانو عاجبني بنوم، شوف دكتور مو أحسن؟ لا ما بدها دكتور، هلأ بعد الزهورات أكيد بتصير أحسن. إيه ما اختلفنا، زهوراتي منيحة، بس أنا بظن كمان يمكن لازم تاخد دواء مشان ما تتعب أكتر. بروح بجيب لك حبة مسكن. لا ما في داعي. لا تكون عنيد مثل عادتك. ها هلأ بتهمل حالك وبكرة بتكون مو قدران تقوم. خليني أعطيك حبة بترتاح وبتنام، لأنه مبين بدك تقرب كأنه. إذا احتجت باخد. وينك يا نارين، ما كان غيره بيقدر عليك، هي الوحيدة يلي كانت تكسر عنادك. طيب خلص رح اسكت واتركك، بس بدي دقلك بعد شوي وأعرف إذا أخدت الدواء ولا طنشت. خلص روحي ولا تاكلي هم. هذا هو الحل، رح تجي لعندي برجليك كمال. إيه شرب. رح أعمل شوربة لكمال. هاي ليك الشوربة جاهزة. با
بعدين كمال ما بحب غير الشوربة يلي أنا بعملها. كيف قدرت أعمل هيك بكمال؟ يا ربي أعطيني القوة لأتحمل. أنا برأيي حاجتك. مو مشكلة، وزنه خفيف. بعرف هنن مانو نتقل، بس كتار ما عاد عم تشوفي. بلا عم شوف. ما رح تقدري، اعطيني عنك. مشي الحال. ديري بالك، فيكي شي؟ يا ريت ما كانت هيك حياتك. أنا كنت حاملتن بس تفركشت. إيه تفركشتي؟ لأنه كتار. هيك بكفي، خلونا نرجع. شكلنا قاطعنا العشاء. لا لا ما في شي، بس لأنه نوقعوا. منساعدك فيهم معناتها. ييه هذا كتير حلو، كل قطعة أحلى من التانية. ييه وهذا بجنن كمان. وهذا حلو بجنن. وهذا قديش رح يلبق لي؟ سنقول شو هالحلو، رح اطلع فيه مثل تبع المجلات. لازم دير بالي عليه، كتير غالي. لو انشق عادي بشتري غيره ببطاقتي، آخر همي. مليكة ساوي لي قهوة وطالع لي إياها لبرا لو سمحتي. لو المح يجيد يا ريت اقدر شوفه لو من بعيد. ما بدي شي غير اني المح. القهوة جاهزة. أنت جبتيها؟ لتكون مليكة هي. لا لا أنا حبيت جيبها بإيدي. يسلموا. إيه شو عملت اليوم؟ نزلت لأتسوق، دورت على شي مشان العرس وتفرجت شوي وجبت لك هي. بتمنى إنه تعجبك. لإلي؟ إيه وأنت ما اشتريتي شي إليك؟ ما بظن في مثلك بهالدنيا.
ليش يعني؟ معك بطاقة مفتوحة وبدل ما تشتري إليك عم تشتري لي. واحدة غيرك بتجيب السوق كله. شكرا كتير. العفو، بتمنى تعجبك. عن جد الجرافي حلوة. رح تلبق لك، تلبسها بالهنا. عن جد شكرا. خلينا نشرب القهوة. انتو كتير لابقين لبعض، رح تبقوا سوا ليصير عندكن أحفاد، رح تتعكزوا على بعض وانتو ختايرة وشعركن أبيض. يمكن، بس نحنا ما في، بس الحب ما بيتخبى. نظراتك لإله كلها حب. نظرات حب؟ يعني واضح؟ واضح طبعا، أصلا ما في شي تخجلي منه. الحب ما بيتخبى. الله يسعدكم، إن شاء الله بتكون كل أيامكم حب وسعادة. بدك رأيي؟ أكيد فريدة رح تساعدك، حتى ابك حبتها، مريحة وطيوبة. الله يسعدكم ويهنيكم. بصراحة. بصراحة شو؟ عفوا. لازم قلك رأيي بصراحة، بالعادة ما بيعجبني غير أكل إبك، بس أنتي كسرتي هاي القاعدة. أكلاتك طيبين كتير. أمير محظوظ. محظوظ فيها كلها، مو بس مشان الأكل. إيه طبعا، أصلا أنا رأيي إنه هنن اتنين محظوظين ببعض، وفريدة ما شاء الله عليها. ما أحلاكن مع بعض. الله يبعث لكم أيام حلوة. أكيد حلوة. هلأ مو لأنه رفيقي، بس هو مميز. عم تبالغ، عم تحكي هيك لأني رفيقك. لا، ومتواضع كمان. بالأوقات الصعبة بالعسكرية كان دائما جنبي، مو بس جنبي، جنب الكل. كرام. عم كذب يعني؟ لو ما منشوف بعض كتير، بس إلك معزة خاصة بقلبي. حكيه مزبوط، دائما لما بيحكي عن العسكرية بيتذكرك بالخير. فريدة، مو لأنه رفيقي على فكرة، ها، بس أنتي رح تتزوجي أوفى وأصدق شخص عرفته بكل حياتي، عن جد ما في منه. وفريدة ظريفة كتير، الله يهنيكم. ما صار، لازم نروح. منروح؟ وين قاعدين؟ منجدد الشاي؟ تأخر الوقت، حرام مشان يجيت. سيارة بعيدة وبدنا نمشي لسه. ايه صح، نمشي بلا ما نتأخر أكتر. بس بدكن تعيدوها، ها؟ أكيد طبعاً، ناطرينكم بالعرس. رح نجي أكيد. على كل حال منحكي. اتفقنا. تشرفت فيكي. وأنا بالأكتر. يلا بالإذن. طيب خلص فهمت، رح اخذ دواء. يلا باي. شو عم تساوي؟ شو شايفه؟ ليش انت عم تعمل؟ انا بعمل لك. ما في داعي. بس انت تعبان، روح ارتاح. خلصته. بابا. جاي يا حبيبتي. هلا
هاي أول شغلة منيحة بتعمليها. يلا قليلي وين بدك نعلقها؟ هون. يلا حطيها. ما سأل شو هالرسمة الحلوة هاي؟ بتجنن. رسميني أنا وبابا مشان علقها بغرفتنا. إيه؟ منيحة هيك علقتيها محل ما بدك؟ تمام يلا لكان. بدي حليب. بعمل لك. أنا بعمل لها. بسيطة هلأ بنظف الكب. ما تزعلي ما صار شيء. خدي حبيبتي. ليش تأخرتي؟ كنت مخنوقة لهيك اجيت مشي. حبيبتي أنا كتير تعبانة يا أمي. لوين؟ شو بدك تكملي مشي؟ هاي السيارة شردت. شكراً كتير. ليش؟ كتير كان حلو هذا اليوم بفضلك. اللي جاي أحلى.
حبيبتي لا تفكري بشي، بعرف صعب بس لا تقهري حالك. لا تاكلي همي، أنا عم بتعود. كيف ما بدي أكل همك؟ ما بيكفي صفيتي لحالك؟ ما عم نام لوش الصبح وأنا عم فكر فيكي. مو أول مرة بكون وحيدة. آسفة ما كان قصدي شي، منيح إنك إجيتي. خير؟ ما يكون من المشفى؟ مدرسة ماسال. في شي مهم؟ عندهم بكرة نشاط مسرح وبدهم الأهل يكونوا حضرانين. رح أبعت لكمال ليعمل حسابه، هنن بيبعتولي لأنهم مسجلين رقمي. يمشي الحال. ليش عم دوخ؟ عيوني ما عم يتفتحوا. وينك يا نارين؟ ما حدا غيرك بيفهم علي. أمي تركي، أنا هلأ بعملون. أنتي جاية من الشغل أكيد تعبانة، ما تاكلي هم، أنا عم بتسلى. غريبة ما شافة، هاد مو وقت نومه، أكيد مرضان. طبيعي إنه يمرض وهو كل الليل قاعد برا، وعلى فرض كان مرضان أكيد ما أخذ الدواء، بس ما تكون حرارته مرتفعة. يلا كمال رد. اوف، خير ان شاء الله. أهلين نارين، خير؟ بدي أسألك، أنتي بالبيت؟ كمال ما عم يرد. لا، طلعت بكير، كان عندي شغلة، رحت على السوق. بس أنا قريبة من البيت، في شي ضروري؟ لا ما في شي ضروري، أنا قلقت لأنه كمال ما رد. آه، هو كان مرضان شوي بس بظن صار أحسن. لما طلعت على أساس ياخد دواء وينام، بيكون نايم حبيبتي ما تقلقي. كتير كان مرضان؟ لا يا روحي، بس كان عم يصعر. بعدين هو بيعرف يهتم بحاله، يعني هو ما هو ولد صغير.
خلاص لا تشغلي بالك، اطمني. ماشي، تصبحي على خير. ايه وانتي بخير، يلا منحكي بكرة. ايه انا ماني مطمنة. معقولة يكون نايم من هلا؟ يا ترى ما سال نامت؟ خايفة كومرو تستفرد فيها لما سال. خليني روح واطمن احسن. كمال؟ كمال عم تسمعني؟ كمال ما فتح الرسالة. غريبة، ما شاف الرسالة لسه؟ معقول يكون نايم؟ بالعادة ما بينام بكير، بس المشكلة مرضان. بس حتى لو أخذ دواء ونايم كان حس ورد علي. لا تقلقي، أكيد ما حس لأنه تعبان. هلأ منطمن، رح أعمل لك كاسة زهورات بتهديكي وبتنامي. إيه؟ ما رح أقدر نام، مشغول بالي. أنا لازم حاكي وخبره مشان يكون مع ماسال. إذا ما راح معه رح تزعل كتير. فصل بوشي. يلا لقي عليه وتعي لهون ركض. تعي شوفي شو عم يصير هون. ما كان في داعي تقلقي، ليكو نايم وما أحلى. مو بإيدي، بينشغل بالي لما أتركه وقت طويل. بصراحة كل الوقت بيضل عقلي عنده. رح تكونوا سوا دائما. كم يوم ورح نتزوج؟ ولسه عم تخجلي مني؟ حاسة حالي نعسانة وبدي نام. حاسة اني تعبانة شوي. تصبح على خير. تعي معي. يلا يلا بقى خلصيني. تعي تعبت وأنا ناطرة. كمال شو كلياتكم نمتوا؟ لو اجت نارين كان احسن. بس يلا معلش ماشي الحال. انت كمان بيمشي حالك، هي شفتي وشهدتي. كيف بدك نرتبها بعد العرس؟ يعني أكيد في شغلات حابة تغيريها. بعد العرس؟
أنا ما فهمت. هاي الغرفة رح تصير غرفتنا. ما رح تقولي شي؟ غرفتنا؟ يعني غرفتنا سوا؟ رح نكون بغرفة واحدة؟ طبعا. مو رح نتزوج؟ لا، هاد ما نزوج. اسمعي، اني يكون ام ليجيت هو الهدف من هالزواج. هذا كلامك، لا تلعب بمشاعري. ما بتحمل.